الطوموبيل تتكسر ولا بالموتور على الارض، راهو تيجي تما بحال شي صياد شاد سلاح وتقلب في الغابه تيشوف شي طريده ولا شي ضحيه ولا شي حمامه طير يضربها. هادوك تيجيو قدام باب المدارس ديك الطوموبيل وداك الموتور تتكا ولد فلان ولد فلان، اش تيجي يدير تما؟ تيجي على جوج حاجات، تيجي يبان على ولاد البسطاء ولاد الفقراء، تيجي يبان عليهم تما، وتيجي شي وحده يديها من تما شي خفيفه، شي وحده اللي بغات تبان معاه، بغات تبان معاه تيديها ويدير منها سياره التعليم، وعاد تيشري السياره اللي بغا هو، تيدير منها سياره التعليم يتعلم فيها، عاد تيشري السياره اللي بغا هو. وراكم فهمتوا هذه المقوله اش بغيت نقول بها اسيادي؟ هاد الشيء تأثر وفي واش معايا انا؟ مي سي با بوسيبل، اي مي في مي دا الي فو هادا، حتى باش تصرعوا على البنات ما كتعرفوش عادي ولا بكمامه، كيفاش بعدا وكيفاش ترشوا عليها ريو ولا ديال كمامه، كيفاش ترشوا عليها ريو تفسر لي هاد البلان هذا؟ وانت بالباطل هذا بنادم كيكون غادي داخل سوق راسو بنادم يقول لك احكا راه درت والحمد لله على الكمامه، الحمد لله على الكمامه، الحمد لله على الكمامه.